اهلا بيكم من جديد، وصلنا لفقره نبض 100 عقبه. خلونا دلوقتي نروح لنادي الزمالك ناخد لايف من زميلتنا العزيزه علا القائد من قلب 100 عقبه علشان نعرف منها اخر الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا علا برحب بيكي، وماذا لديك اليوم؟ تحياتي ليكي زميلتنا العزيزة نادين تيسير، وبالتأكيد كل التحيات وكل التقدير لجماهير نادي الزمالك في كل مكان. نهاركم أبيض بخطين حمر. هل يا ترى يستطيع الفارس الأبيض أن يصيب إفريقيا مرة أخرى؟ طبعا كلها أسئلة في أذهان جماهير وعقول نادي الزمالك. هل التاريخ يعيد نفسه أيضا مرة أخرى؟ أكيد إن شاء الله كل التوفيق، وكلنا ثقة في دوافع وإمكانيات والجهاز الفني لنادي الزمالك، إن شاء الله نحسمها من مراكش. لكن خلينا نتذكر مع بعض كده ونقول الأندية المغربية هي أكثر الأندية تتويجا بهذه البطولة الكونفدرالية، يليها الأندية التونسية. يذكر بقى بأن طبعا نادي اتحاد الجزائر هو آخر من فاز بهذه البطولة في نسخة 2023، وأكثر الأندية تتويجا طبعا نادي الصفاقس، يليه النجم الساحلي بي تي مازيمبي، واخيرا نهضة بركان اللي هيلتقي بيه الزمالك يوم 12 من الشهر الجاري. لكن كلنا طبعا متفائلين خير، وان شاء الله كل التوفيق للملكي. معنا كابتن احمد السيد يكلمنا عن هذه المباراه الهامه. برحب بيك ونهارك ابيض بخط حمر. برحب بيك يا علا، وبرحب بجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك في المباراه اللي جايه ان شاء الله. يمكن الزمالك، وقلنا قبل كده، يمكن الانديه المغربيه هي يعني اكتر حظوظا من الانديه المصريه، وعايزين نقول بقى ان الزمالك ان شاء الله يكون اول نادي مصري يخش في المنافسه مع المغرب وتونس في هذه البطوله. بالتاكيد طبعا يمكن حصل قبل، يعني قبل ما نروح، طبعا اكيد في مشكله في مع سموحه او احنا قفلنا الصفحه، لكن ازاي نقدر نرجع مره اخرى الى، وهل هيقدر لعيبه الزمالك، وهم اكيد بالتاكيد يعني ان هم يقدروا يعملوا حاجه زي كده بخبرتهم، لكن قولي الشغل النفسي اللي نقدر نشتغل عليه يا كابتن، ازاي نقدر ان احنا نعدي ونبدا من الاول وجديد في هذه البطوله مع مستر جوميز. مستر جوميز طبعا يعني مدرب كبير، اكيد يعرف ازاي ممكن يتعدى العقبات اللي حصلت بالنسبه للفريق الفتره اللي فاتت. مباراه سموحه صفحه واتقفلت خلاص في الدوري العام. دلوقتي خلينا في الاهم، الاهم طبعا بطوله افريقيا الكونفدراليه، بطوله مهمه جدا للزمالك والجمهور الزمالك بالاخص. بقالنا فترة طبعا مستنين التتويج بالبطولات، ودي بطولة مهمة، يعني بطولة قارية، فطبعا التتويج بيها هيبقى ليه طعم مختلف عن أي بطولة تانية بالذات في التوقيت ده. فدي هتكون مكافأة كبيرة إن شاء الله لجمهور نادي الزمالك. بنأمل إن شاء الله إن اللعيبة تبقى قدر المسؤولية، وإن الأمور تكون ميسرة إن شاء الله في المعسكر بتاعهم في المغرب، وإن شاء الله يرجعوا بالثلاثة بنقطة بإذن الله، او يرجعوا بنتيجة الفوز يعني ان شاء الله. قلنا يمكن اكيد الحسم من مراكش او من المغرب هيكون مهم جدا في ان احنا نقدر من استاد القاهره تكون احتفاليه وكرنفال بس، يعني احنا عايزين نكون بنشتغل في القاهره باريحيه اكتر. ازاي نقدر ناخد الماتش، وعن الناس اللي بتقول لك احنا عايزين بس نتعادل؟ طبعا حضرتك عارف ان اي فريق بيخش يتعادل ما بيحصلش الكلام ده، وممكن يحصل العكس، لكن ازاي يكون عندنا، واكيد الدوافع هتكون عند الزمالك اقوى، ازاي نقدر ان احنا ندخل الماتش ده على هدف الفوز وليس اي هدف تاني؟ بص طبعا دي المباراة دي بتختلف عن اي مباراة تانية، لان دي مباراة مش هقول اقصائية، دي مباراة نهائية، فبالتالي الفرقتين بيلعبوا على يعني اخر شيء ممكن يوصلوا له هو تحقيق البطولة. فما فيش اي حاجة ممكن افكر فيها غير ان انا ازاي اقدر اكسب الماتش. طبعا الماتش هيكون صعب جدا في المغرب، وده برضو يعني شيء كويس بالنسبة لنا ان الذهاب هيبقى هناك، بحيث ان احنا نقدر نكتشف الفرقة اكتر بتاعت نهضة بركان. وطبعا هي فريق صعب جدا، فريق قوي، والا ما كانش وصل للدور ده مع الزمالك. وكمان احنا لسه قايلين ان يعني يمكن دول شمال افريقيا عندها خبرة اكبر شوية بالبطولة دي مننا في مشاركات اكتر او تحقيق البطولة اكتر مننا، ولكن الزمالك قادر ان شاء الله على اي حاجة. الزمالك طبعا ده دوري ابطال افريقيا، بطل افريقيا، بطل الدوري المصري، من اعظم اندية افريقيا، فما فيش بطولة ممكن تبقى كبيرة على النادي او تبقى صعبة، ولكن ان شاء الله بالتلاحم والوحدة بين الفريق، وان لو في اي مشاكل ممكن دلوقتي هنعديها او هنستنى عليها لغاية المباراة دي، وان شاء الله نرجع الزمالك كسبان ان شاء الله. جدا يا كابتن، وكل التوفيق طبعا للنادي الملكي في افريقيا ان شاء الله، ونشوفك على خير ان شاء الله. ولا شكرا، شكرا بالتوفيق. يا نادين طبعا ده كان لقائنا، كل امنياتنا ودعواتنا اللي طبعا هم ان شاء الله البعثه غادرت مصر، وان شاء الله تكون في الاراضي المغربيه اليوم. كل التوفيق للملكي ان شاء الله نحسمها من مراكش. بالتاكيد يا نادين عوده ليكي مره اخرى.